أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الأولى قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة ميسان، نستمر معكم في محاضرات المقرر الدراسي الفيزياء فيزيكس الفصل الثالث فلويد ميكانيكس ميكانيك المواقع. تدريس المادة الدكتور صباح فالح حبيب البطاط. نكمل محاضرتنا اللي بدينا بيها سابقا. قلنا انه مقاييس الضغط، حكينا اول شيء على الباروميتر، والان اجينا الى المقياس الثاني اللي هو المانوميتر، وقلنا هذا جدا مهم. المانوميتر قلنا يقيس لنا الضغط هنا، ونستخدم نفس الطريقه اللي بيها علاقه الضغط من البي او وكذا. فقلنا الضغط هنا بي هو شيء يساوي لنا البي او ضغط الجوي زائد رو جي اتش ارتفاع العمود الضغط هنا، فنحسب الضغط. وقلنا كما قلنا سابقا مقاييس الضغط بقانون باسكال، كذلك مبدا قانون باسكال، the height can be calibrated to them to measure the pressure. يعني حتى نقيس الضغط هذا الأمر ممكن أن تسوي له كالبريشن معايرة. نجي هسه الآن إلى أبسوليوت فيرس جيج بريجر. شنو الفرق مقارنة بين الأبسوليوت الضغط المطلق والضغط المقاس الجيج بريجر؟ عندنا قلنا الضغط المطلق اللي هو بي شو يساوي لنا بي أو اللي هو الضغط الجوي زائد رو جي اتش اللي هو الضغط المقاس. البي هو شنو هو الابسوليوت بريشر؟ البي او الضغط الجوي، الرو جي اتش اللي هو ضغط المقاس. سو الرو جي اتش هو شنو جيج بريشر؟ شو يساوي لنا؟ ننقل هاي هنا شو يصير؟ بي ناقص بي او. This is also رو جي اتش اللي هو نفس رو جي اتش. And this is what you measure in your tire. وهذا اللي تقيسه بالتاير مالتك، من تروح التاير مال السياره والتاير مالتك مثلا ينقص هواء يخلي الجيج حتى يقيس الضغط مالته. هو هذا اللي يقيسه جيج بريجر. من اسمه مقياس يقيسه بالجيج معناها ضغط المقاس. نجي هنا الى بوينت فورس اللي هي قوة الطفو. كلكم ماخذينها سابقا وسامعين بها قوة الطفو. انت من تخلي جسم معين عندك طافي يطفو في سائل معين، هذا الجسم اكو قوة راح الجسم هذا راح تكون قوة اللي جوه اللي هي الجرافيتي مالته الوزن، واكو اللي فوق تحاول الدفعة اللي هي الطفو. شلون هسه انت جسمك من تدخل بماي تحس اكو قوة تريد تدفعك فوق، هاي يسمونها قوة الطفو. نجي هنا شو عندك هنا نجي شو قلنا the buoyancy force، المفروض buoyancy force قوة الطفو أو buoyancy force اللي هي B on a beach ball، كرة ما شاطئ، هاي عندك كرة ما شاطئ يعني كأنما طايحة بمن بالماي، كرة ما شاطئ ما البيج. That replaced this parcel of water، كأنما بمكان هذه الحزمة مع الماي أو هذا مع الماي، هذه العينة مع الماي. Is exactly the same as the buoyancy force on the الحزمة، على الحزمة بالضبط نفس، كأنما نفترضها افتراض نفس القوة اللي على الحزمة. نجي هنا شو يقول؟ The buoyancy force is the upward force exerted by a fluid on any inert object. القوة للأعلى اللي يسلطها أي جسم أي ما على جسم غاطس به يحاول يدفع يسمونها قوة الطفو. The parcel is in equilibrium. إذا هذه المائعة جزء هاي العينة مال المائعة تكون في توازن. There must be an upward force to balance the downward gravity force. لازم تكون القوة اللي فوق اللي هي buoyancy force واللي يساوي شنو القوة اللي جوا حتى يكون مجموع القوة باتجاه الواي شي يساوي لنا صفر حتى يكون equilibrium اتزان. The magnitude of upward buoyancy force القوة اللي فوق شو تكون قلنا must equal the magnitude بالقيمة شنو the downward
جرافيتي فورس تساوي كذا وتعاكس بالاتجاه حتى يكون المحصله الجد تكون صفر واللي هو اتزان اكوليبريم ستيت. The buoyancy force is the resultant force due to all forces applied or by the fluid surrounding the bars. هي شنو هي محصله القوه اللي مؤثره على هاي العينه المعينه مال الفلود مالتنا اللي هي buoyancy force. نجي من هذه نجي الى قاعده ارخميدس. ارخميدس ارخميدس واحد من العلماء العظام بالعصور القديمه اللي هو اغريقي ماثيماتيشن يعني رياضي فيزيست يعني فيزيائي وانجينير ومهندس. ايش سوى؟ compute the ratio of the circumference يعني المحيط to diameter also calculate volume and surface area of various shape. ايضا حسب الحجم والمساحه السطحيه لاشكال مختلفه. discover اكتشف nature of buoyancy force طبيعه قوه الطفو هو اكتشفها ايضا. انفيرتد also اكتشف شنو المقاليع العتلات المراوح على كل هالتطبيقات اللي هو العالم ارخميدس كذا. فنجي الى ارخميدس برنسبل مبدا ارخميدس شو يقول؟ يقول the magnitude of the buoyancy force always equal to the weight of the fluid displaced by the object. يقول قيمه قوه الطفو دائما تساوي وزن المائع المزاح بجسم معين. اذا عندك على سبيل المثال وعاء بماء متروس ماء وجبت لك فد كره صغيره بول ذبيتها بالوعاء، الماء وزن الكره شلون تحسبه وزنها؟ اللي هو نفسه شنو القوه الطفو تدفع لي فوق الوزن مالته اللي هو قوه الطفو. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ماء وزن السائل المزاح. يعني مثلا انت عندك هذا الوعاء وبداخله وعاء كبير، اوكي، تخلي الوعاء الصغير داخل وعاء كبير وتخلي البول ينزاح الماء، الماء ينزاح تاخذ الجمعه وش تسوي له؟ وتقيس وزنه ومن تقيس وزنه هو نفسه وزن السائل المزاح. ف this is called Archimedes principle، هذا مبدا عمل ارخميدس اللي هو وزن السائل وزن الجسم الغاطس في الماء شو يساوي لنا؟ وزن السائل المزاح. ارخميدس principle مبدأ does not refer to the mark makeup of the object. ما يشير المن إلى تركيبة الجسم اللي experience اللي تحت تأثير buoyant force قوة الطفو. The object composition يعني التركيبة is not a factor since the buoyancy force is exerted by the surrounding fluid. ليش شكله هذه وتركيب الجسم ما له دخل بالموضوع؟ لكون قوة الطفو ما تعتمد على هذا الشيء وإنما تعتمد عليه من على المائع المحيط به الموجود بالهذه. هنا أكو أحد الطرائف يعني اللي دائما كنا قبل نسمعها، ما أدري يعني حتى شوية كذا إذا ما أدري إذا سامعينها أو لا. يقولون قبل في زمن الإمام علي سلام الله عليه واحد من العلماء اللي كان مخالف للإمام علي من ديانة أخرى ذاك الوقت راد يتحدى الإمام علي، يعني باعتبار عود شكلك الإمام علي سلام الله عليه ذاك الوقت يعرف كل شيء يفتهم حتى تبقى تترسخ بذهنك بعد ما تنساها. فإجا قال له أريدك تقيس الطين وزن إيدي لحد الذراع، هذا إيدي لحد هاي المسافة بدون ما تقطعها. فيقولون بذاك الوقت يعني الإمام علي قال له جيب لي وعاءين، وعاء صغير ووعاء العمق مالته اعمق من ايدك، الارتفاع مال ايدك اللي تريد تقيسه يعني الطول مالتها، ووعاء الثاني اكبر من عده بحيث يعني تقدر تخلي هذا الوعاء الاول داخل هذا الوعاء الثاني. فهذا جاب له الوعاء الصغير قال له لا ترسه ما يروح كلش لهذا، ترسه ماي لهذا تشوفه كلش، قال له خليه داخل هذا الوعاء، خلاه داخل هذا الوعاء. قال له غط ايدك لحد من قال لحد هنا، غطاها لحد اللي هنا. قال له طلع ايدك، طلع هذا الوعاء، هذا الماي اللي انزاح روح وزنه هو نفسه وزن ايدك. فقبل ذاك الوقت بقت هاي بقت 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 بقت، طبعا انا ما ادري هو ارخميدس شلون استرد وكذا وهذه.
احنا بعد ما ادري يعني هذه يعني بالتاريخ يقولون يعني الامام علي سلام الله عليه يعني اكو روايه بانه اول من حسب يعني هاي الوزن بدون ما يقطعها. يعني هي قاعده الارخميدس اللي قبط الدنيا. يعني انت السنانه شي يقول لك هنا بالبدايه يقول لك جريك ماث ميثيفيتيكال يقول لك بيرهابس ذا جريتست ساينتست او يعني اعظم عالم بهذا التخصص في العصور القديمه كلها. هو لا مو هو اكو غيره طبعا قدامه مع احترامنا طبعا له وكذا يجوز هو يعني اكتشفها بطريقه اخرى كذا بس يعني كان وهم سلام الله عليه الامام علي ذاك الوقت يعني شلون انقاص يعني هم تحدي راضي تحدى عود وكان كذا. شنو رايكم سامعين هاي ولا لا؟ طلاب سامعين بيها؟ سامع بيها جيد. بعد يا سامع بيها شهد كريم شنو رايك؟ خوش قصة ما تنسي؟ اي نعم دكتور. اوكي جيد. مرام ويانا مرام واضح لحد الان؟ اي استاذي. اوكي زينب عدنان. نعم دكتور واضح. بقية كلكم ان شاء الله واضح نكمل. هسه نجي هنا عندك the buoyancy force on the cube يعني هذا المكعب is the resultant of the force exerted on its top and bottom faces by the liquid. يقول هي محصلة القوة اللي تأثر من الأسفل والأكثر القوة. فعندك هنا أنا FG هاي القوة الجرافيتي الوزن ومنها عندنا البوينس فورس. نجي هنا نشوف the pressure at the bottom of the cube is greater than the pressure at the top of the cube. يقول لك الضغط هنا على أسفل المكعب هذا أعلى من الضغط على أعلى هنا صح؟ The pressure at the bottom of عندنا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية The pressure of the at the bottom of the cube causes an upward force of B both مضروبة بالأي القوة الضغط في المساحة. هسا عندنا أول مرة الضغط at the top of the cube هذا الضغط هنا فوق HP causes a downward force of BO يسبب قوة اللي جوا اللي هي B auto في A. نجي the pressure at the bottom of the cube causes an upward force هذا اللي يسبب upward force اللي هي buoyancy force اللي هي هذه. نجي هنا هسه شنو نحسب buoyancy force. buoyancy force هي شو تساوي لنا؟ الضغط بال بوتوم باعتبار اتجاه اللي فوق بالاتجاه الموجب اللي هو بي بوتوم في اي ناقص بي توب في اي اللي فوق صح؟ لان اتجاه ناقص لان اتجاه اللي جوه من فوق يصير اللي جوه لان قلنا عمودي باتجاه الجسم. نطلع الاي عامل مشترك باعتبار هنا وهنا نفس المساحه المساحه مال الكيوب هنا مربع وهنا مربع نفس الشيء فيطلع عندنا بي بوتوم ناقص بي توب يساوي لنا اي. الفرق بينات الاثنين هو شنو عندنا سميناه بالجيج رو مال ماء في جي في اتش هذا الارتفاع اتش هذا الارتفاع مالته الاتش الارتفاع. سو البوينسي فورس اللي هي بي كابيتال نورمز اللي هنا شو تساوي رو جي في ديسبليسمنت شنو معناها؟ السائل المزاح حجم السائل المزاح. الرو هي شنو هي؟ كثافه. جي تعجيل الارجل اكسلريشن اوف جرافيتي وفي ديسبليسمنت فوليوم اوف ديسبليسمنت يعني الحجم المزاح. في ديسبليسمنت اي اتش اللي هو المساحه في الارتفاع واللي هو از ذا فوليوم اوف ذا فلويد ديسبليس باي ذا كيوب حجم المائع اللي انزاح بالكيوب المعين اللي قلنا حجم المائع المزاح مساحه. اذا الكثافه في الحجم شو يساوي لنا؟ كتله صح؟ اذا البوينس فورس كتله في تعجيل كتله في تعجيل از ذا ويت واللي هي نفسها شنو هي؟ الويت الوزن is the weight of the fluid displaced by the cube. بس اذا اقول لك اثبت لي انه القوة الطفو تساوي ان الكتله في التعجيل هذا الاشتقاق يبدي كانما من هنا وينتهي هنا بالاخير الاشتقاق وهذا الرسم وياه واضح. نجي هسه Archimedes principle نكمل. هسه عندنا totally submerged object عندنا واقع كليا غاطس بمن غاطس بالماء يعني الجسم.
An object is totally submerged in a fluid of density rho fluid. عندك جسم معين كله غاطس فيه من بماء والكثافة مال الماء rho fluid. The volume V displacement, الحجم السائل المزاح of the fluid is equal to the volume of the object. نفس حجم الجسم. ساعة قلت لك الإمام علي وكذا ومرة الخميس نفس الشيء. من تغطي الجسم يزاح نفس الحجم اللي يزاح. يعني هو الجسم الغاطس حجمه نفسه حجم السائل المزاح. The upward buoyancy force is القوة اللي هي للأعلى مال buoyancy شو تكون rho fluid G V object في حجم الجسم. V معناها volume. The downward gravity force القوة اللي جوا كتلة في التعجيل واللي هي rho g v object. Okay واضح بس هنا الرو مالت من مو مال object. The net force is it be شو يساوي لنا البوينسي ناقص v g equal to البوينسي اللي هي هاي قوة ناقص v g هاي اللي جوا شو يساوي لنا نعوض it be جيل عندنا هاي rho fluid g v object هنا rho object V G V object. أطلع G وال V object مشترك تطلع لنا هاي المعادلة. هاي يسمونها قوة حاصل القوة. حاصل القوة. هسني كده هاي حاصل القوة. هاي حاصل قوة. إذا كانت موجبة معناها البونيس فورس أكبر من F G. وإذا كانت سالبة معناها البونيس فورس أقل. إذا كانت موجبة البونيس فورس أكبر من الوزن. معناها شنو القوة الطفو الأعلى أكثر فالجسم شنو يصعد اللي فوق. السائل يحاول يدفع. إذا قال لا والله هاي أقل يعني الوزن ثقيل كلش مثل فتح حديد ذابها بالماء لا تكون سالب فشنو ينزل اللي جوا الجسم وإذا كانت مساوية يبقى ثابت بنفس المستوى بالماء يعني كأنما المثال عندك طوبة مال حديد وعندك طوبة بيها ماء وعندك طوبة ثانية بيها هواء الطوبة مال حديد وزنها كلش ثقيل من ذبها بالماء تنزل جوا قوة الطفو مالتها أقل منين من وزنها أكبر فتنزل اللي جوا الطوبة مال الماء إذا نذبها بالماء تقريبا نفس الوزن وهي قوة الطفو اللي فوق تبقى ساكنة بمستوى معين لأن ما حصلت القوة عليها كوليبريم زيرو الطوبة بيها هواء لا منها خليها تصعد اللي فوق ليش؟ لأن الهواء أخف من الماء وبعد وزنها إيش راح يكون؟ الوزن راح يكون أقل من القوة الطفو قوة الطفو تكون أعلى فتصعد اللي فوق تطفو للسطح واضح؟ نجي هسه هاي هنا نقارنها بالشكل بالتوتال يعني الجسم إذا مخبطوس كليا يقول شنو هنا يقول If the density of object is less than the density of the fluid إذا كثافة الجسم أقل من كثافة الماء الكثافة مالته أقل إذا الكثافة أقل من عدة مال الجسم أقل من الماء معناه شنو؟ معناه الوزن مالته راح يصير أقل. Then in supported object accelerate upward. إذا الكثافة مالته أقل يصعد اللي فوق يندفع اللي فوق يطفو. يعني الرو مال object مال الجسم أصغر من الرو مال الفلود الماء هذا خلينا نفترض ووتر، أوكي؟ فتكون القوة اللي فوق فيكون الأكسلريشن مالته التعجيل وين؟ للأعلى. يعني هاي البي أكبر فوق نجي. If the density of object is more than the density of the fluid. لا والله أثقل حديد. أثقل. شو يصير؟ The supported object sneak يغرق. Sneak معناها يغرق. ينزل اللي جوا. ليش؟ لا acceleration اللي جوا. لأن الوزن مالته أكبر. أنا هنا موضح لك إياها بالاتجاهات. القوة هي مو كمية اتجاه هي. شوف هنا هذا الاتجاه هذا السهم كبير. معناها البونس أعلى. صعد اللي فوق. هنا بالعكس شوف هذا السهم أكبر من هذا. معناها قيمته بالاتجاه اللي جوا أكثر. فيكون التعجيل اللي جوا واضح؟ زين. If the density of the submerged يعني object الجسم الغاطس equal to the density of the fluid إذا نفس الشيء اثنين هم موتر مثلا the object remain in equilibrium الجسم يبقى في توازن ليش؟ لأن اثنين هم مساويين. The direction of motion of the object in a fluid is determined only by the density of the fluid and the object. الاتجاه مال الحركه مالته يوجدونها اثنين شغلات الكثافه والجسم هسه قوه الطفو على من تعتمد اكثر شيء طلاب شنو العامل الرئيسي اللي ياثر بقوه الطفو من يقول لي يرفع ايده تفضل محمد استاذ وزن الجسم ياثر بشكل اساسي لا مو وزن الجسم اللي يقول لي اعطيه زائد اخلي له زائد
شنو اللي يأثر على قوة الطفو كلش؟ انتهال كثافة دكتور؟ ها بابا؟ الكثافة؟ عفوا يا شطورة، الكثافة هي اللي كل الشغل يمها. عفوا يا شاطرة، الكثافة الشغل كله بالطفو على الكثافة يعتمد. ممتاز، أوكي؟ يعتمد على الكثافة، الدنسيتي، شوفه كله بالدنسيتي. جيد محمد، الوزن، الوزن بس يعادل، ما هذا يعني، بس الكثافة اللي هي إنشاء تأثر على قوة الطفو. نجي نكمل floating object. شنو معناه floating؟ الطافي، الجسم الطافي، هذا ما أخذي أنتم سابقا. نجي هنا شنو نقول؟ the density of object is less than the density of the fluid. إذا الكثافة مال الجسم أقل من كثافة الجسم يطفو اللي فوق يصعد، يطفو صح لو غلط قلنا. The object is in static equilibrium. من يصعد للسطح فوق يظل في من؟ في توازن سكوني. The object is only partial submerged. يعني ما مو كله يغطس بالماء، جزء من عنده. لذلك طفى اللي فوق. The upward buoyancy force، القوة الأعلى اللي هي قوة الطفو، is balanced by the downward force of gravity. تتوازن بالقوة مال الوزن اللي جوا اللي حكيناها سابقا. Volume of the fluid displaced correspond to the volume of the object. حجم الماء المزاح نسبة إلى حجم الجسم تحت الغاطس بالماء أيضا هنا لها أثر. نكمل نجي هنا نقول هسه هذا عندنا الجسم هذا الغاطس وهذا الحجم الفوق اللي مزاح. Because the object float in equilibrium. إذا هذا ساكن ما يتحرك لا يصعد ولا ينزل، تكون هاي القوة اللي فوق تساوي اللي جوا اتجاهها نفس الشيء بقيمته. The fraction of the volume of a floating object that is below the fluid surface is equal to the ratio of the density of the object to that of the fluid. يعني متساويات، متساويين شو تقول؟ الحجم المزاح على حجم الجسم يساوي إن الكثافة مال المزاح على اليمين على كثافة الماء مال الجسم على كثافة الماء، اللي هو هذا قانون أرخميديس. قانون أرخميديس. نجي هنا نقول crown example، مثال التاج الموجود بقانون أرخميديس. راح نجي هنا نوضع هذا التاج، شوف هذا مثال التاج أحد تطبيقات. أكون مثال التاج وبعدين راح نجي إلى مثال ثاني اللي هو جبل الجليد. هذا نجي إلى مثال التاج. أرخميديس was supposedly افترض ask is the crown made of pure gold. التاج مصنوع من ذهب خالص 100%. طبعا ماكو شيء خالص، ماكو معدن خالص 100% ذهب، بس يعني هو سأل السؤال هذا، هل انه مصنوع هذا التاج عنده في التاج معين من ذهب خالص؟ grounds were weight in air، يعني وزنه بالهواء ايش قد؟ 7.84 نيوتن. وبالماء ايش قد وزنه من تغرقه تغطى بماء؟ 6.84 نيوتن، اقل من هذا الوزن. buoyancy force will equal to the apparent weight loss. قوة الطفو ايش راح تساوي لنا بهذا الذهب التاج؟ الوزن المفقود الظاهر، يعني فرق الوزن بينات، يعني القوة هي وزن. different scale reading will be the buoyancy force، يعني الفرق بالريدنج بالقراءات مالته بالتجربة راح يكون اللي هو قوة الطفو. categorize the crown as a particle in equilibrium. صنفوا هذا التاج بأنه جزيئة أو جسم في حالة اتزان. نجي هنا شو نقول؟ عندك هذا الكراون هنا، عندك هنا ما مغطوس بماء وهنا مغطوس بماء، اوكي؟ من ما مغطوس بماء بالهواء شو يكون؟ الوزن اللي جوه وهذا الشد، الشد هنا بالحبل اللي هو اللي فوق القوه. هنا لا شو يكون من غطس بماء؟ الشد اللي فوق والوزن اللي جوه، اكو قوه ثانيه انضافت هنا شو يسمونها؟ قوه البي او بي اللي هي قوه الطفو. هاي نجي هنا هذا التاج هنا. فتشوف التاج هنا صعد شويه اللي فوق، ليش صعد اللي فوق؟ ازدادت القوه اللي اعلى واللي هي قوه الطفو. نجي نقول summation F يساوي لنا الزيرو، مجموع القوة، فش نقول؟ الـ B اللي هي اللي أعلى زائد T2 اللي هي اللي أعلى ناقص الـ VG equal to zero. ننقل الـ B، ننقل ذن الاثنين بالجهة الثانية، شو يصير؟ الـ B يساوي لنا FG ناقص T2 tension 2. So هنا شنو معناها؟ الـ weight in air، الوزن بالهواء، هذا الـ weight ناقص الوزن الظاهري بالماء اللي هو T2 نفسه الظاهر بالماء اللي هو نفسه يساوي لنا buoyancy force، قوة الطفو.
لذلك Archimedes principle said الفافو القوة الطفولوجي في الكثافة بالكتلة في عندنا بعد 10 دقائق نحاول نكمل. Find then to find the material of the ground. عندنا من أنا وجدتها من هذه العلاقة الكثافة تساوي الكتلة على اليمين على الحجم. نجي هنا المثال الايسبرج example اللي هو جبل الجليد. What fraction of the ice belt is below water? يعني إيش قد هذا نسبة الجليد إيش قد جوا الواتر اللي يعرف إيش قد هذا الآيس شو يقول the ice belt is only particle سبعة الآيس بورد هذا جزء من عنده غاطس الجزء الثاني برا so v displacement الحجم المزاح تقسيم حجم الآيس هذا حجم الآيس اللي فوق يساوي إنه رو مال الآيس كثافة الآيس على الرو مال السي ووتر ماء البحر applies 98% من الآيس is below the water surface يصير تحت سطح الماء يعني يغطس لأن الماء من الثلج يصير كثافته أعلى كثافته تصير أعلى من الماء الثلج type of fluid flow هاي هنا بيت القصيد مهم شنو هي أنواع الجريان اللي عندنا عندنا نوعين الجريان الطباقي laminar flow وعندنا turbulent flow الجريان الاضطرابي خلنا نحكي لك اياها بمثال وبعدين اشرحها عندك الحنفيه شايفه اليوم بالبيت الحنفيه هسه ورا الدرج تروح شو تسوي تفتح الحنفيه على كيف شويه تشوف الماء ينزل مثل طبقات كانما مسار طبقات ناعمه شويه تزيد السرعه نزيد السرعه شو يصير الماء يصير مثل دوامات هذا يسمونه توربينن بالبدايه الطبقات اللمنر طبقات ناعمة شي يسمونه هذا الليمينر اللي هو طبق الجريان الطباقي وبعدين من صار لا والله صار بي كذا وهذه يسمونه الجريان الاضطراب اللي هو توربيننت فلو انا ما مترجمه هنا انتم مترجموها الليمينر فلو الطباقي شنو ستدي فلو جريان منتظم شفت الطبقات منتظم لا تتغير ما تتغير وين الوقت each particle of the fluid follow a smooth path كل جزيئه من الماء مسارها ناعم كانما ناعم وسلس ما تصير بها دوامات ووسط. The path of the different particles never cross each other. هذا إن الباث المسارات مالتها ما تتقاطع، ما تسوي دوامات، تيجي عدلة. Every given fluid particle arrive at a given point has the same velocity. Arriving at a given point أغلبهن اللي نفس السرعة البارتيكل. Turbulent لا. An irregular flow characterized by small whirlpool like region جريان ما منتظم الريجولر مو مثل هذا منتظم ستدي منطلع وممكن ان تميز به من بواسطه مناطق صغيره تشبه الدوامه الدوامات turbulent flow occurs when the particle go above some critical speed عندما الجزيئات تروح الى سرعه معينه اعلى من السرعه المطلقه كذا يصير عندنا هذا مثال قلت لك من تفتح الحنفيه اكثر انت زيدت شنو الفتحة المساحة ازدادت السرعة نزل التدفق السرعة من ازدادت السرعة صار بي صارت شنو صارت الدوامات وتحول الجريان من طبع لمنر إلى توربيلات الفيسكوسيتي اللزوجة المواعدها لزوجات مختلفة عندنا كاركترايز the degree of any internal friction in the fluid عندنا مثلا لزوجة الماء تختلف عن لزوجة الدهن الدهن الزيت اللي عندنا يختلف the internal friction or viscosity force يسمونها لو قوة اللزوجة is associated with the resistance that two adjusted layer of fluid have to moving relative to each other إذا عندك طبقتين ما الماء واحدة فوق الثانية تريد تتحرك هنا يأثر عليه من على قوة اللزوجة اللي هي نفسها قوة القص it causes part of the kinetic energy جزء من قوة الطاقة الحركية of a fluid to be converted to internal energy تتحول إلى طاقة داخلية ideal flow ideal fluid flow الجريان المائع المثالي there are four simplified estimation made to the complex flow of fluid to make the analysis easier حتى نجعل mathematical representation والanalysis التحليل مال 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 المائع سهل لازم نخلي أربع فرضيات أولاً حتى يكون مثالي The flow is non-viscous نفترض الماء مو لزج غير لزج Internal friction is negligible
الاحتكاك الداخلي الهملة. An object moving, مثل مثال على سالك, an object moving through the fluid experiences no viscous force. The flow is steady. نفترض منتظم. All particles pass through a point have the same velocity. يعني سرعة ثابتة. The fluid is incompressible. الماء شو يكون غير قابل للانضغاط. The density of the incompressible fluid remains constant. ما تغير. And the flow is rotational. يعني غير قابل للدوران. ما يدور. The flow has no angular momentum. ماكو زخم زاوي about any point على أي نقطة معينة. نجي خطوط الانسياب, هاي خطوط الانسياب موجود. At each point along its path, the particle velocity is tangential to the. تكون هاي خطوط الانسياب مماس إلمن إلى ال particles في معينة. The path of the particle takes its steady flow in stream line. واضح هاي stream line. نجي هنا equation of quantity. الاكواجن اوف كونتينيوتي العفو, معادله شنيه الاستمراريه اللي هي نفسها معادله حفظ الكتله. عندنا consider a fluid moving through a pipe of non uniform size diameter. عندك هذا بايب تيوب والحجم مالته مختلف, يعني هنا القطر صغير هنا كبير. At point TO بالنقطه هنا, a fluid is in the blue portion is moving past point one, يبعد عن هاي النقطة واحدة هنا يتجاوزها, وهنا لا يتجاوز نقطة اثنين هنا وهنا عندنا خالمة. Consider the small blue colored portion of the fluid. At T0, the blue portion is flowing through a cross section area A1. بالبداية هنا يكون هاي cross section area A1. At the end delta T, يعني بالنهاية شو تكون؟ لا خلال مس E بهاي السرعة الثانية. The mass that crosses area one in the same interval as the mass of the other. يعني باختصار جاي يقول لك هنا التدفق نفس التدفق هنا, والسرعة هنا تكون أسرع من هنا. ليش؟ لأن القطر أقل. After a time interval delta T, شو يصير؟ The fluid is in the blue portion is moving past point two السرعة V2. هاي السرعة V2. الكونتينيوتي equation شو تقول؟ الكتلة الأولى تساوي الكتلة الثانية. حفظ الكتلة conversation of mass. الكتلة هنا تساوي الكتلة هنا. الكتلة الداخلة تساوي الكتلة الخارجة. النوب الكتلة هي شنو؟ الكثافة في المساحة في السرعة في دلتا تي. ليش؟ المساحة في ها تخفضها ها قانون موت أو تستقى كأنما هو شو يساوي لنا؟ رو في في, والفي شو يساوي لنا؟ الحجم يساوي لنا المساحة في السرعة متر بكل سكند في دلتا تي, حتى تروح السكند والسكند يبقى بس المتر الإزاحة. يعني الإزاحة في المسافة اللي هي الحجم مضروبة بالكتلة تعطينا, مضروبة بالكثافة تعطينا الكتلة. نفس الشيء هنا. The fluid is incompressible, so rho is inconstant and the flow is constant. لذلك الرو constant نحذفها منا ومنا, شو يبقى عندنا A1 والزمن هذا نفس الشيء, يبقى A1 V1 يساوي لنا A2 V2. هنا V هي السرعة constant. This is called هذا القانون اللي هو اشتقاق قانون اللي equation of continuity اللي هي معادلة الاستمرارية أو حفظ الكتلة. This product of the area, the product of the area يعني ضرب حاصل ضرب الكتلة, and the fluid speed وسرعة المائع at all point along the pipe is constant, مساوي constant ثابتة خلال كل النقاط of in for in incompressible fluid. إذا جاء يعني هنا نساوي نفسي هنا ضرب الكتلة المساحه في السرعه هنا نفس هنا ونفس هنا ونفس هنا, المضروب مالتهم مساوي. equation of بعض التطبيقات, the speed is high where the tube is constructed. اذا المساحه صغيره يعني الانبوب مخلص تكون السرعه عاليه, وبالعكس السرعه تكون ناصيه اذا او واسع الانبوب. the product delta v اي في في, المضروب الاي في في is called شو نسميه؟ التدفق الحجمي او نسميه معدل الجريان اللي هو كيو. A constant is equivalent to saying the volume that enter one end of the tube in a given interval to the volume leaving the other end in the same time if no leaks are present. يعني الـ Q مساوي بكل الجهات اللي هي VBA بكل المكانات إذا ماكو تسرب, إذا ما عندنا تسرب. نجي برنول equation, هاي مهمة أخذناها وشرحناها بالصف, شرحتها وحليت لكم مثال عليها. اكتشف العالم برنولي أو his work is used to produce a partial vacuum of chemical. As a fluid moves through a region where the speed and the evaluation above Earth's surface change the pressure
and the fluid varies with the exchange. The relationship between the العلاقة بين